عندي لك سؤال ثقافي. سؤالنا الثقافي العدد اليوم يقول بما انه رانا في مع فصل الصيف والحراره، يقول لك من هو مكتشف المكيف الهوائي؟ الله ما نعرفه اختي العزيزه. نساعدك شويه، هو امريكي. نو ما عنديش المعلومه هذه. كان يدور هو اليوم هذا من فيسبوك. نساعدك، هو امريكي الاصل. عندي الفوتو تاعو في راسي بصح ما عرفتش شكون، بس كنت نشوفه ما قريتش الاسم تاعو. عودي والله غير نسيته. ساعدك، هو امريكي الاصل. اي امريكي صح نسيته. هذه والله ما على بالي. والله ما عندك حتى اسم؟ هو امريكي. امريكي. بصح والله ما على بالي. والله جاب لي ربي هافيلاند حاجه كيما هكا. نعم والإجابة صح، هاك جبتي اسم منه. هو ويليس هافيلاند كارير، هو مهندس ومخترع أمريكي، واخترع أول وحدة تكييف هواء كهربائية كانت سنة 1902.